أعدادي وأهلا وسهلا فيكم كمان على قناة اقرأ وأهلا وسهلا فيكم بأطبخي مع ساكو. بكل حلقة من حلقات عم نتعرف أكثر وأكثر على برودكتس كمان وأشياء جميلة وجديدة بعالم ساكو. بساكو ال 24 فرع الممتدين على كل المملكة بأكثر من 45,000 صنف. طيب كل مرة كمان عم تسمعوني عم بحكي عن الجرين بان هالطناجر اللي بتعقد، اليوم اكيد رح نستعملهم لانه ما في بديل عنهم باي مطبخ، ان كان انا بمطبخي او بمطبخكم انتو لازم يكون عندنا جرين بان لاستعمالات متعدده. هلا بتشوفوا كيف. كمان رح نحكي كمان بوصفتنا عن كيف بدنا نستعمل سيستيما. يا سلام على سيستيما. على كل الأحوال خليني أخبركم عن وصفة اليوم. وصفتي لليوم هي الفيليه. يا سلام على الفيليه، بدنا نعمله بطريقة جميلة مع الفلفل الأخضر والأصفر والأحمر والزنجبيل الطازة جينجر. واو، ما أطيب الزنجبيل بالأكل، وخاصة كمان بالمملكة كثير بيحبوا الأكل يلي بيلدع، الأكل يلي فيه شوي صغيرة حر سبايسي. رح نتعلم كمان كيف، ورح نتعلم نطبخ كمان بالمايكرويف بسيستيما. خلوني بلش هيك شوي صغيري. نسيت شغلي، في عندي رز بحليب مجمر، يعني بدنا نحرق وجه الرز بحليب مع السكر الاسمر. كيف تعملوا الكريم بريلي؟ شو مره سامعين فيها؟ هي مثل الكريم كراميل. رح نعمل كمان رز بحليب. خلونا نبلش لكن ونتعرف على سيستيما. اول شيء هن هالثلاث اوعيه يلي فينا نحط فيهم الأكل بقلب المايكروويف بكل سهولة ومن دون أي مشكلة. يعني جاي على بالنا نطبخ رز، منحط الرز ويلا منحطهم بالمايكروويف. باستا، كينوا، شيا، برغل، شو بدكم بعد؟ أي نوع من أنواع الخضار ما عندنا أي مشكلة. بس كيف بدنا نشتغل؟ طلعوا كيف؟ أنا عندي هال يعني صينية ولا مقلي ولا صحن ولا وعاء اللي بدكم اياه، فيكم تستعملوها حتى تحطوها بقلب البراد وتخزنوا فيها كمان كثير من الاشياء. طلعوا شو حلوه هيك بتعقد. اللي رح اعمله انا شغله كمان كثير حلوه، اني اجيب الخضره. طلعوا كيف، فلفل كمان اخضر، وهون عندي الاحمر وعندي كمان من الاصفر. طلعوا شو حلوين بعقده، سكر عليهم ويلا على المايكروويف. لا بيجي بقلي، لا بحط زيت، لا بحط زبده، بطريقه صحيه 100%. الطريقه يا شيخ شادي، يلا هون وبعطيهم تايم. تم، بدهم حوالي دقيقه. انا بدي لينهم، وبدي اقول لكم كمان شغله، بس بدنا نطبخ خضره، اوكي، اي خضره بدنا نطبخها نحن اليوم ما تطبخوها كثير، يعني حافظوا دائما، هذه نصيحه كمان من ساكو، حافظوا دائما على كل القيم الغذائيه اللي موجوده بقلب الخضره، يعني خلوا الخضره، الباستا، الرز، كل شيء بنعمله يقرش شوي، بحافظ على القيمه الغذائيه، هيك بناكل كميه اقل وكمان ما بنسمن، ما بننصح. على فكره كل شيء شايفينه قدامنا، قدامي ووراي وعلى الغاز، كله من عند ساكو، يعني السكين، يعني حتى كمان الأوعية كلها سوا، الملاعق، كل شيء قدامنا من عند ساكو. برجع بعيد 45 صنف، أوكي، بعالم ساكو. بساكو 24 فرع بالمملكة، 26 فرع، زادوا 2 هلا. عم يصرخوا لي من هونيك 26 فرع، شكرا شباب، أوكي، ما تأخذوني غلبات ضعف. على شغلة، شغلة حلوة بدنا نحكيها كمان هلا، في كمان أوعية كتير حلوة فينا نستعملها ونخزن فيها كمان الأوعية. هون اشتريناهم ونكون ضربنا 2-1 لهن السيستيما. رح نروح على البراد ونجيب الفيلي. يا سلام على الفيلي، بالطريقة أنا أخذته كمان بالبراد. كلنا بنعرف الفيليتو، كلنا بنعرف هالقطعة الثمينة، هالقطعة منقولها بالتبيان البريجاتا، هالقطعة الكتير سبيسيال وطرية، تستعمل لكتير اشياء، اوكي، اطباق كتير حلوة مثل الفيليه،
الكوردوفيلي، التورنيدو إذا شو مرة سمعين، شاتوبريان، يا سلام. أوكي، نحن اليوم رح نعمل الفيلي بالخضرة مع الفطر. اليوم الشاب شادي بدو يتفلسف شوي، بدو يتكبر علينا شوي صغيري بالمعلومات اللي عنده فيلي. طيب أوكي، طيب شو رأيكم بالتشيتاكي؟ تشيتاكي، ما حدا موجود عندنا اليوم بيساكو عرفتوا التشيتاكي. التشيتاكي هو نوع من الفطر الآسيوي يلي فينا نحصل عليه أو طازة أو نحصل عليه يابس دراي مجفف. شو بنعمل؟ ننقعه قبل بالماء. يعني هيدا التشيتاكي هون ننقعه قبل بالماء. هلا انتبهوا، أنا مش عم عقد الوصفة، بالعكس نحن بيساكو منسهل الوصفة، إن كان من خلال أنه نعلمكم إياها بطريقة حلوة، وإن كان كمان من خلال أنه نفرجيكم ونعرفكم على برودكت كمان جديد. بس كمان عنا وظيفة نخليكم تعرفوا أكثر وأكثر عن أشياء جديدة بعالم المطبخ منا للتشيتاكي. كما أنه فيكم تستعملوا الفطر شامبينيون دو باري العادي من دون أي مشكلة. خلونا قبل، لكن ما تنسوا أنه عنا بالمايكروويف أنا حطينا صرنا الخضرة. واو، طلعوا فيها. بس خدوا هاي الفكرة عن السيستيم اليوم، واحد اثنين ثلاثة، طلعوا كيف طلعوا الخضرة كيف صارت كلها سوا. خلص دقيقة دبلت، والحلو انه محافظة على اللون الحلو تبعها، يعني اللون الاخضر. طلعوا كيف اخضر هون 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 الاخضر. طيب اوكي، الاصفر والاحمر خلص ركزنا عليهم وصاروا جاهزين. الخضرة بلا زيت، بلا زبدة، بلا سمنة، بلا مقلي ولا شيء. بس أكيد أكيد شغلي وأكيد جدا عم بيقولوا لي لازم نطلع بريك، يمكن ولا بعد بكير على البريك، بعد بكير سايب على البريك، بعد بكير دقيقة واحدة، عم بيقولوا لي دقيقة واحدة لازم نطلع بريك. قبل دقيقة واحدة لازم أعمل شغلي قبل ما نطلع بريك، وهي رز بحليب. يا سلام على الرز بحليب، وبدك تعمله كمان مجمد. طيب عندنا الجرين بان، هالتناجر الموجودين بس عند ساكو، هالتناجر والمقالي والمشاوي، يعني اكثر من 13 ايتم. اوكي، معمولين طلعوا شيء ايديهم هيك من الالومنيوم اللي بتفوت هيدي على الفرن كلها سوا، ما بيتجرحوا، سيراميك بيتعقدوا، يعني اذا بدك تقعدي ساعه تحطي كمان بالطنجره، التنجرة بتضل مثل ما هي. والأفضل 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 إنها صحية 100%. خلوني كمان أنا أستعمل هلا تنجرة هون، أنا حاطط فيها من الحليب، أو أستعمل جرين بان، خلينا نسميه جرين بان حليب. رح زيد عليها أنا من الرز المصري، ولا بعدين أكيد رح تكتبوا أنتوا المقادير قدامكم. عندي من السكر الأبيض، ورح أحط فيها كمان من جوز الهند. والوصفة أكيد ما خلصت، ناقصها كتير إشياء، بس بالوقت الأكيد هلا منكون عم نشوف بعض الإعلانات، ترجعولي بسرعة تنكفي حكي عن ساكو، وكمان تنحضر وصفتنا. وعندي إلكم خبرية اليوم بآخر الحلقة عن شغلة ولا أجمل من هيك. بريك. أهلا فيكم لكم من جديد بعالم ساكو، بأطبخي مع ساكو، بكل حلقة أفكار جديدة، إن كان بالمطبخ وإن كان كمان بالمنتجات الموجودة والأشياء الموجودة بس بعالم ساكو. طيب، في أشياء كتير بعالم ساكو غير المقلي والعصارة، وكمان عم نحكي دائما عن 45,000 منتج، وكل يوم بفقرة فكرة جديدة عم عرفكم هيك لمدة 30 ثانية دقيقة عن شغلة ممكن ما يكون لها قصة بالمطبخ، بس أكيد بتكونوا بحاجة لها 100%. طيب تصوروا، احنا اليوم عنا هالبيدون الماي أو هالعشرين
لتر من المي اللي هن تقال كتير انه واحد يحملهم، وخاصة حضرتك بالبيت تمسكيها وترجع تحطيها على الخزان وعلى البراد. فصار في عنا هلأ شغلة كتير حلوة موجودة اللي ما بيعرف، انا كمان تعرفت عليها اليوم، تركب بهالطريقة طلعوا شو حلوة. والحلو اللي فيها مش على البطاريات، بتتشرج عنا يعني عن مع شريك كيف نشرج الموبايل، نفس الموضوع منشرجها وبنشتغل فيها بطريقة، بس انه انت تفتحي ال 20 لتر من الماء او بدون الماء طلعوا شو حلوة. ويا سلام، يعني فكرة ممتعة جيدة حلوة، حتى الأولاد رح يحبوها ويستعملوها. كل واحد بيكبس هيك كبسة وبيشتغل بهالشغلة. وأنا أجتني فكرة إنه فيني كمان استعملها بكتير أشياء غير المي. يعني حسبوا أنا تنقول عم بدي أنقل حليب من مكان لتاني، بدي أنقل أي نوع من السوائل من مكان إلى مكان. لك أنا حتى مرة ممكن إذا واحد بيشتريها عم ينظف فيه يشتيل منه المي، يعني غير إنه تستعملوها كرمال المي. أنتوا بتفكروا رح تلاقوا لها كثير من الاستعمال. رح نرجع إلى عالم المطبخ، إلى عالم ساكو، إلى أطبخي مع ساكو. شو عنا اليوم؟ فيلي مع الفلافل الحلوة الحمراء والخضراء والصفراء والزنجبيل، وحطينا بقلبها كمان أو عم نحط بقلبها نوع من الفطر الجاف، أوكي، اللي هو التشيتاكي. إذا ما بتعرفوا اسمه قولوا فطر جاف، جربوه شي مرة عن جد كثير طيب. بس الحلو إنه لازم ننقعه قبل حوالي نص ساعة، وفينا نستعمل المي الموجودة بقلب. طيب هيدي شغلة كتير حلوة، وحضروا الورقة والقلم أو دفتر عالم ساكو أو اطبخي مع ساكو واكتبوا وصفة اليوم. رح نشوفها على الشاشة هلأ، رح تنزل الوصفة. بلشوا اكتبوا أول وصفة، هي وصفة الفيليه والمقادير كلها، وطريقة التحضير أكيد بعدين راح تشوفوها كيف، من الثوم المفروم للفلفل الأحمر والأخضر والأصفر. أكيد المقادير فيكم تزودوها شوي صغيرة، فيكم تنقصوها شوي صغيرة، ما في مشكلة، أنتوا حسب ذوقكم. بس أكيد المقادير اللي عم تشوفوها قدامكم هي المقادير الصح. والأجمل من هيك غير المقادير، كيف بدنا نطبخ الطبخة. أنا كنت عم بتسلى قبل بشوي صغيرة ورجعت من جديد، حطيت بسيستيما الخضرة بالمايكروويف مثل ما شفنا كمان قبل، الفلافل الحلوة الحمراء والخضرة والصفرة. وهون عندي زيادة حطيت البصل، وحطيت كمان الفطر، وحطيت كمان الفلفل. وطلعوا الجمال انه اذا في من المي، المي كلها بتبقى كمان بالمصفى، او هذا المصفى اللي هو عم ينزل المي بقلب الوعاء البلاستيك من سيستيما. صاروا جاهزين، بلا زيت بلا زبده بلا سمنه، صحيه 100%. جرام بان، الجرين بان، شو بدي اقول لكم عنهم، ولا اجمل من هيك. شوفوا كيف بدي اطبخ فيها حتى من دون ما احط زيت. رح اجي ولع تحت الغاز، ولعنا، والجرين الحلوه المضلعه بزعم ايه كمان صحيه 100% وما بتلزق وكمان ما بتنجرح، وكمان فينا نحطها بالفرن. وكمان شو بدي اخبركم، يعني كل حلقه عم نخبر بعد اكثر واكثر عن جرين بان، وما بنلاقيهم غير عند ساكو. طيب هالفيليه حلو، عم ناخذ هيك اربع شقفات حلوين، عم نقص الشقفه حوالي 100 جرام، طلعوا شيو بطريقه حلوه. وهلا بدنا نشويهم بطريقه بعد اجمل واجمل. اللي بدي اقوله، قبل ما نتعرف على جرين بان كنا شو نعمل؟ نجيب مقلي عادية نحط زيت زيتون فيها، ننطر طيحنا زيت الزيتون، بعدين نحط الفيليه عليها أو نحط بعدين الخضرة. صرنا هلأ فينا نسهل حياتنا بوجود هالطناجر الحلوة والسيستيما وكمان كل الأشياء الموجودة. بما كانت حمية المقلي، ما بعرف إذا كمان تعرفتوا على جت ست، انه هالست الحلو طلعوا شو حلو. ما معقول انه شاف يشتغل بهيك ملاعق وما يشوف حاله على المشاهدين، انه انا بدي اشوف حالي عليكم على جمال هال 45 قطعة الجيت ست يلي 25 سنة كفالة. ما معقول شو حلوين. هلا نشوف. على كل حال طلعوا كيف انا عندي المقلي، حطوا ايدكم عليها، اوعى تحرقوا حالكم. اوكي صار جاهزي، رح احط انا القطع الفيليه. واو، بس
الطريقة بحطهم عليهم، والخضرة عندي إياها جاهزة، ما بدي غير بعد شوي صغيرة بس، بس أنا الفيلي يستوي حسب الطلب، بدكم إياه يكون مستوي كثير مستوي شوي مثل ما بدكم، ما عندي مشكلة، أوكي؟ وبعدين بتحطوا الخضرة اللي نحن طبخناها بسيستيما بالمايكروويف عليها ملح وبهار وبتخلصوا الوصفة. بس لأعمل شغلي أنا رح أحط كم حبة من خضرة شيتاكي على الفيليه، طلعوا كيف، واحد اثنين الثلاثة هودي صغار بعقده، ورح أحط من الثوم، طلعوا شو حلوين، يا سلام، وعندي كمان من الزنجبيل، وأكيد بعدين رح ننهيها للوصفة ورح هالقصص كلها سوا. أكيد الزنجبيل اليوم منبرشه أو منقطعه بالسكين كمان يكون كثير كمان مثل ما بيقولوا مفروم صغير صغير حتى ما يطلع بيتمنا نحن عم نشتغل. أوكي يا شكل، كمان بجرين بان عملنا الرز بحليب، تطلعوا شو حلو، واو طريقة جميلة، صار جاهز. والوصفة هي حطينا فيها بدأ بعيد من الهيل، أو تعرفوا أنا ما حطيت هيل، يلا هلأ الهيل، هذا الهيل لأن حطيت فيها سكر وحطيت فيها جوز الهند اللي كان كمان متابعني قبل، حطينا فيها الحليب، أوكي، وحطينا فيها كمان الرز المصري، غليت صارت عنا كمان كمس عبادة، الرز شرب مع السكر كله أوكي. بفضل عندي أن يحط كمان كم حبة من المسكي، شوي صغيرة من السكر، من دقهم، يلا يا شيف تادي، ومنحطهم على الوصفة. وعندي صينية كمان جميلة بتلاقيها كمان بعالم ساكو، رح اسكب فيها الرز، رح حط او الرز بحليب، رح حط على وجهن السكر الاسمر، وباستعمال شو بتعمل هيدي يا شباب؟ اوكي بعد البريك انترون. فيكم جميعا من جديد لاخر فقره اليوم بعالم ساكو، باطبخي مع ساكو بوصفتنا الحلوين الفيليه اليوم مع التشيتاكي، يا سلام على التفلسف، اوكي. وعملنا كمان اليوم اشتغلنا بالشقلوب، اشتغلنا بالمقلوب، يعني بوجود سيستيما اشتغلنا بالمقلوب. شو عملنا؟ عملنا كل الخضره بالمايكروويف هالاوعيه الحلوه اللي حكينا عنها قبل، يلي فينا نحطهم بالفرن، اللي هن صحيين، اللي هن فينا نحطهم كمان بالمايكروويف، فينا نطبخ فيهم الكينوا، الباستا، الرز يا شادي، الشيا، البرغل، نعمل فيهم الكسكس، البروكلي، الباذنجان، الباتكوني، انفيني، اوكي. لقيتوا شو حلوه؟ اول شيء كمان هون بمساعده الجرين بان طلعوا شو حلوين، طلعوا كيف عملت لي هالزيوحه. اذا فينا نروح هيك اعملوا معروف، فينا نروح الزوم على قلب او على الفيليه او على قلب كمان الجرين بان اذا بتريدوا، طلعوا شو حلوين. لا بدنا نروح زوم، ما راح اقبل غير زوم، ما راح اقبل غير نفوت بقلب هالمقلي الحلوه. طلعوا كيف هون 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 هون، لحط قدام عيني هيك، ها ليكوا شو حلوه، ليكوا هالقطعه الفيليه الجميله كيف كمان تزيحت بطريقه حلوه بالجريل تبع الجرين بان. شو راح اعمل هلا؟ بنروح بصل لمطبوخين هيك كمان بعقده على البخار، الفلاتر كمان حلوه الحمراء والصفراء والخضراء، وكمان عم نحكي عن المشروم، وراح احط شوي صغيره من قطع الفطر الحلوين، ونتفه صغيره من ميه الفطر الشيتاكي المجفف، وفينا نضيف اي نوع من الصلصات، يعني احنا فينا نشتغل اذا بدنا بصلصة الطماطم، الكريم فريش، البشاميل، اي نوع من الصلصة اللي بتحبوها، اوكي؟ واكيد انا ضفت قبل الملح، الفلفل، شوي صغيرة كمان من القرفة، بقلب كمان هالمقلي الحلو. اما هون الجرين بان عم تشويلي، اول شيء خلينا نسمع شوي صغيرة شو عم بيقولوا بعالم ساكو.
عم ينادوا بس على مكنة حلوة على عصارة بتعصر الكرز وبتعصر يعني بتحطوا فيها التفاح. هاي بس مرة كمان بدنا نحكي كمان عنه. طيب أنا هلا اللي رح أعمله رح نتعرف كمان على الرز بحليب اللي كمان رح نكتب وصفته هلا. هيئوا حالكم من الرز من الحليب من السكر من الهيل حطينا بقلبها كمان المسكة. فاكتبوا الوصفة قدامكم بطريقة حلوة. أنا بهالوقت رح أحط على وجهها من السكر الأسمر والوصفة كمان قدامنا. وأنا عم رشت على وجهها من السكر الأسمر. واو طريقة جميلة حلوة. ورجعنا لعنا هذا السكر الأسمر رح أرجع قدام المشاهدين نحطه على الوجه وتنجمره فنعمله بريلي. في عنا طريقتين هلا كذا طريقة بس أنا تحبوا الطريقتين. طريقة نحطه بالفرن وطريقة هيني كتير حلوة. هيدي بتلاقوها وين؟ عند ساكو اللي هي تستعمل كمان تنشعل فيها البخور. منحطها أنا شلت لها الراس تبعولا نفتح لها الغاز ومنش نولعها لهالقد ايه على التورش تطلع هون كيف. بهالطريقة بنعطي السموك طلع شفتوا شو عم يصير. قد ما بدنا نحن نغير اللون تبع السكر مثل ما شايفين مشان نولع بخور بالبيت وبدنا نستعملها مشان رز بحليب او الكريم بريولي. سكرناها ورجعنا كمان على الفيليه مشان نقدم الفيليه. لكن اليوم حلقتنا كنا عم نحكي عن الجرين بان، حكينا عن الجيت سيت اللي موجود عند عالم تاكو، وحكينا انه 26 فرع بكل المملكة مع 45 ألف آيتمز، يعني 45 ألف شغلة فينا ننقي منها من عندنا. طلعوا كمان هالطبق الجميل، طلعوا على الجرين بان، الخضرة كلها موجودة، رح نزين هلا بالسنوبر وبالبصل الأخضر، وبالجرين بان الصغيرة هيدي مخصصة للبيض مثلا، طلعوا شو حلو الفطر، ويا سلام على الشفتالي شوي صغيرة من البندورة بهالطريقة تم شرحة من الحامض وهالطبق صار جميل. السنوبر والبصل بعالم ساكو نحن دايما منرحب بكل أصدقائنا اللي بيكونوا موجودين عنا بكل فرع من فروعتنا. كل يوم مع الشيف تادي كل يوم مع طبخي مع ساكو خلينا نتعرف على طبخات جديدة على أسرار جديدة بعالم المطبخ وعلى برودكت جديد بعالم ساكو وبعالم المطبخ. شكرا كثير لكم، لقائي بكرة معكم بحلقة بعد أجمل من اليوم مع ساكو.